بكم في موجز أخبارنا لهذا الأسبوع. تشكيل كلمة فلسطين بأجساد أبنائنا. الطعام ركيزة بناء الجسم. الجسم السليم بالطعام الصحي. الوسيلة التعليمية الأداء الهادفة بين المعلم وطلابه. البركان آية من آيات خلق الله. الاختبار حصيلة علم واجتهاد. بعد استماع إلى موجز الأخبار، أهلا بكم وإلى التفاصيل. معكم الطالبة لمار الدباس والزميل عمر عربيات. أتعلم يا صديقي أن الطفل الفلسطيني أقوى من 1000 جندي من المعتدي، فالمحتل يلقى جبانا. الجبان يا صديقتي هو من يحارب جنون وعدم الرحمة. قالوا أتعشقها؟ قلت بجنون. قالوا جميلة؟ قلت أكثر مما تتوقعون. قالوا أين هي؟ قلت في القلب والروح. قالوا ما اسمها؟ قلت فلسطين هي ومن سواها تكون. لقد قام مجموعة من طلاب مدرسة أبو طالب بتشكيل اسم فلسطين بأجسادهم التي ينبثق منها حب فلسطين وعشق فلسطين والخوف على غزة والدعاء لغزة. فصح البعض باتباع قلبي فاصطحبني إلى المطعم. لا يوجد أجمل من لمة الغداء والاستمتاع بوجبة شهية. تم عمل نشاط فطور جماعي في حصة الوقت الحر طلاب الصف الثالث لتعزيز روح المشاركة والمحبة لديهم وحب إطعام الغير مما يحبوا أن يأكلوا. أهالي طلابي الأعزاء، مشكورين لما قدمتوه. سلمتهم جميعا. صديقتي، دائما التفاعل داخل حصتي يكون له بصمته الخاصة بين المعلم والطلبة. صحيح، فالمعلم الذي يلهي بروح التنافس بين الطلبة وهو من يجعل الحصة روح المثابرة. لذا أكد قسم اللغة العربية على أهمية استخدام الوسيلة التعليمية لأنها الأداة التي يلجأ المعلم إلى استعمالها من أجل تنمية التعليم. نعم، فقد أحضر الطالبة كندا فريحاس من الصف السادس وسيلة هادفة عن همزة المتوسطة حيث عرضت أمام الطلاب من خلال شرح المعلم على القاعدة بمشاركة الطلاب. سبحان الذي جعل من خلقه آيات في الكون فثوره البراكين آية من الجبار الكافرين. الأنشطة المدرسية تعمل على تقوية الثقة بالنفس والاعتماد عليها لدى المتعلم. لذا قام طلاب الصف الثالث بعمل تجربة توضيح مفهوم البراكين لمادة العلوم. ادعي معي يا صديقي بدعاء الاختبار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعبة إذا شئت سهلا. اللهم آمين. فقد عقد اختبارات الشهر الثاني جميع المراحل، فدائما لكل شيء ثمن. النجاح هو الاجتهاد والإرادة، فالنجاح نحن من نصنعه. أتمنى أن أكون خفيفي الظل عليكم وأن تتقبلون دائما وصدوركم الرحبة. حياكم الله جميعا. والآن ننتقل مع خبر اللغة الإنجليزية والزميل كرم السعايدة. Hello, I am Karam Saide from 5th grade for the English department. We started a new show to learn the sound of the letters using song. So don't miss Hold the Feather, Sing the Letters episode. Let's introduce Rivana Ma'aita and Makram Rahamna to hear the weather broadcast. ورحمة الله وبركاته. من جديد نطل عليكم بنشرة الطقس. معكم الطالبة ريفانا المعايطة والزميل مكرم الرحامنة. أجواء غير مستقرة هذا الأسبوع وغالبا غائما في مختلفة المناطق. والآن ننتقل معكم لإطلاع على درجات الحرارة لهذا الأسبوع ونبدأها بيوم الأحد. يصبح الجو صافٍ حيث درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13. يوم الاثنين هناك فرصة للتساقط الأمطاري حيث درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10. يوم الثلاثاء يصبح الجو غائم كليا حيث درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 9. يوم الأربعاء يصبح الجو صافي بشكل عام مع احتمال تساقط الأمطار حيث درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.
عشر. يوم الخميس تتشكل الغيوم ليصبح الجو غائم، حيث درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10. إلى وإلى هنا ننتهي نشرتنا الأسبوعية. دمتم بخير وإلى اللقاء.